نحن سكان ولاد عيشة نتقدم لكم بعدة شكاوي رغم وصولها إلى السلطات المحلية لعدة مرات، والتي تذكر منها ما يلي: أولا، عدم تهيئة الطريق الذي لا يصلح تماما لمرور المركبات الرابط بين الحي ودوار الهواولة، طريق ما تصلحش. نقطة ثانية، نقص الماء الشروب الذي يأتي ساعة في كل أسبوع، حنا رانا نقولوا ساعة في كل أسبوع، ماشي ساعة في كل يوم، ساعة في كل يومين، ساعة في كل أسبوع ونحن في عز الصيف. ثالثا، انعدام الإنارة الخارجية للحي، والتي تم تبديل الأحياء المجاورة بمصابيح الليد. حنا راه معنا دواوير هنايا جوارين، راهم كاع بالالوان بلاد، وحنايا مازال ما بدلوناش الوان، ورانا شكينا شحال من مرة، وكل مرة يقولوا لنا واه وما بان حتى مش. البارح كنا تما، غير البارح كنا تما. رابعا، نقص الكهرباء في بعض سكان الحي والمنعدم تماما، وهم بحاجة إلى مولد كهربائي. الجهة هذه الضوء ما كاش كامل، راهم يدوا الماء البارد من عند الجواري، الناس راهي تخلص الفوق، الضوء ما كاش، وحنا في سنة 2022. سادسا، عدم توفر الغاز الطبيعي والذي لا يبعد عن الحي بضع كيلومترات. حنا الغاز فايت منا على حمري، الغاز ما يدخلناش هنايا. خامسا، انعدام العيادة الصحية، مركز صحي. أو كاين دوار هنا مجاور راه فيه مركز صحي، هنا ما كاش. ثامنا، انعدام المطعم المدرسي سواء بالابتدائية اللي راهي هنا قدامكم، سواء بالمتوسطة اللي هي بحي ولاد سيدي عمر. حنا الدراري تاعنا راهم يخلصوا. تاسعا، ثامنا، انعدام المطعم المدرسي سواء بالابتدائية المتوسطة المتوجه بحي ولاد سيدي عمر، زائد النقل المدرسي الذي يعانون منه أبناؤنا مشا على الأقدام، وخاصة في فصل الشتاء يروحوا أبي ويرجعوا على كرعيهم في فصل الشتاء، راهم يخلصوا 4 كيلو. تاسعا، عدم وجود الممهلات عبر مستوى الطريق المعبد عبر الحي، والذي يشكل خطرا على تلاميذ الابتدائي. هذه طريق اللي راهي قدامكم، خصنا لدودان، لدودان هضرنا خطط ونهروا للمير. 10، عدم وجود سياج المحاط بالمقبره، عندنا مقبره هنا وعندنا مقبره الفوق، راهم بلا سياج. 11، عدم تهيئه الملعب الجواري بالعشب الاصطناعي والطريق المؤدي اليه. هنا عندنا الصاد هنا راه مهري، كل مره نقول لهم بعديه والو. 13، نقص الرقابه التامه والنظافه لخزان الماء منذ بنائه، مع غياب اجراء فحوصات دوريه على ولا نشوف قال لي خصونا شوف، هو الماء هو الاول، الماء 9 ايام ساعه، الضو ما كاش، الضو ما كاش كاع، زيد الطريق راكم جيتوا معاها وشتوها ما كاش كاع. المير هذا من نهار اللي درناه ما جاش للدواوير هادو وشافهم ولا حوس عليهم، مازال ما دارش بهم والو يومنا هذا. زيد الشاطو هذا الفوق راه فيه الجيران البنتوره من نهار اللي بناوه مازال ما بنتلوش، المسخرة فيها خير ربي. الله بو بال هنا هاو الناموس راه كاتلنا، راه كاتلنا. زيد لاري، شوف لاري كي داير، عندك لاري كي داير، شوف لاري كي داير، بينو لاري، خلي شوف لاري، شوف لاري كي داير. زيد الصحة ما كاش كاع، ما عندناش كاع والله ما عندنا، رانا في حاجة كارثة كارثة. مقبرة هنا قال لك راني شوف ما عندناش الحيط كاع، هضرونا ووعدوا وعود كاذبة، ما كان والو ليومنا هذا. زيد شاف الدايرة البارح كنا عندها، قالت لنا الصباح يكونوا عندكم، والله ما بانوها لدروك. الوان تاع هنا تاع الفوق اللي كاين ما كاش. رانا في 2021، الناس الدول الاخرى التكنولوجيا راهي متطوره وحنا مازلنا نعانوا مشكل الضوء. هذه باينه، عندنا نقص التيار الكهربائي، عندنا مولد كهربائي واحد ما يعطيكش على الدوار كامل، نورمالمون هنايا قسمنا الدوار على خطرتين، يديروا لنا زوج مولد كهربائي. حتى في الصيف الناس تشرب ما بارد تشرب ما حاميه، الكليمه داينه زواق برك في الحيطان. الدواوير الاخرين بين منا ولا سيدي عمر وحمري ليلاد، حنا دايرين الوان تاع 5000، الطريق خارجه وخطره نروحو نشتكو، هاي كاينه خارجه هذاك تخرج هذاك تخرج، مازال بكراعك ما تكشفوت عليها. اصطاد اصطاد تروح برا هاك وهاك ولايات اخرين تسيب كاع عشب اصطناعي، حنا روح تشوف ليه لا لي بار الشبيك طاير، الطريق ما تكشفش تفوت عليه. حنايا طريق دولي دودان، حنا التلاميذ تاع الحي تاع المدرسه هنايا يخرجوا تكشف تخلي وحدك تمشى، خصنا لي دودان، خصنا الماء، النظافه هنايا في هنايا ما كاش سله المهم يحطوا فيها سله المهم ما كاش، خلاص النقل المدرسي 4 كيلومتر يروح يتمشى في الشتاء، انه تطيع عليه الصيف ويروح يتمشى، الماكله الدراري ما كاش خلاص.